السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل المصريين، صباح الخير على أهل بلد الطيبين، صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بتسمعنا وبتشوفنا من خلال برنامجنا المحترم برنامج نعم أستطيع، ومن خلال شاشتنا المفضلة شاشة الصحة والجمال. أحب أذكر كل السادة المشاهدين أن حلقتنا النهاردة حلقة رقم 154 من برنامجنا الموسم 13. عندما سئل أحد الحكماء من تحب من الناس، قال: أحب من الناس من كانت أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسكي، كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة. حلقتنا النهاردة حلقة ممتازة جدا، حلقة شيقة، حلقة روعة إن شاء الله. معانا مطرب، معانا فنان جميل، معانا ممثل مسرح الأستاذ حسين محمود من مدينة أكتوبر، ممثل ومطرب نحب أرحب بيه. أهلا بحضرتك أستاذ حسين. أهلا بيك. كل سنة حضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. في البداية أستاذ حسين عايزين نبذة مختصرة عن حضرتك. أنا يعني بمارس موهبة الغناء والتمثيل من فترة طويلة. اشتغلت مسرح تبع جامعة القاهرة، اشتغلت عروض مسرحية واشتغلت برضو عروض غنائية يعني جوه المسرح نفسه، والحمد لله بسعى في موضوع الغنى والتمثيل على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب والكلام دوت. طب حضرتك مين اكتشف موهبتك في الغناء، او مين اكتشف موهبتك ان كانت غناء او تمثيل؟ هو اصدقائي، يعني انا كنت بغني عادي وكده، و يعني لاحظت ان الناس حابه تسمع اغاني يعني مني كتير، ويعني وطلبات بقى كتير اغاني، وعايزين نسمع عمرو، عايزين نسمع تامر وهكذا، فالموضوع انتشر من ساعتها. طيب يعني بمناسبه عمرو وبمناسبه تامر ممكن تسمعنا حاجه؟ ماشي اتفضل. أنا بتكلم عن أنا شفته معاها في يوم، بحكي الفرحة اللي بعيش فيها لحد اليوم، لو مش أحكي عنها أتكلم بس في مين يستاهل بعد حبيبي أحكي عليه، ده أنا من يوم ما سابتني وقلبي موش مرتاح، أسكت ليه؟ ده أنا بس بقول اسمها برتاح، كل ما أقول أنا مش هتكلم عنها خلاص، وعامل نفسي قلبي أتكلم ويا الناس، واخد بالي عشان ما غلطش باي كلام، برضو كلامي يلف ويرجع ليها اوام، ده انا من يوم ما سابتني وقلبي ماهوش مرتاح، اسكت ليه؟ ده انا بس بقول اسمها برتاح. الله الله الله، جميلة يا حسين والله، ممتاز والله، ما شاء الله. الله كل رحلة طموح وكل رحلة نجاح بيكون ليها الناس اللي بتدعم الشخص ده، فأنا عايز أعرف مين أكتر حد دعمك أو أكتر حد سندك في مشوارك أو في حياتك؟ الحقيقة يعني والدي ووالدتي، يعني لما شافوني يعني متعمق في الموضوع فيعني شجعوني اكتر، وبرضو اصدقائي يعني برضو يا ساعات لما بكسل كده اروح مشاوير فيها سعي، لا هم بيساعدوني ان انا لا يعني لازم تروح. والدك والدتك واصدقائك بس؟ بالظبط. تمام. طب بتحب اكتر الغناء ولا التمثيل؟ والله هو سؤال صعب يعني، بس يعني انا ما يعني ساعات بتسال السؤال ده، بس طبعا هما الاثنين قريبين من قلبي جدا يعني، بس يعني لا اقدم بالنسبه لي طبعا الغنى يعني. لو خيروك بين حاجه من الاثنين هتختار الغنى مش هتختار التمثيل؟ طبعا. طيب في سؤال كده يا استاذ حسين عايز اسال حضرتك، يعني شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ شايف نفسي والله شايف نفسي يعني ليا مستقبل في الغنى، ويعني ان انا هكون منتشر اكتر، وممكن يبقى ليا منتجات او البومات ان شاء الله في المستقبل يعني بعد 5 سنين. تمام. اكيد طبعا بتحب ممثلين. طبعا. طب في حد قدوه بالنسبه لحضرتك؟ طبعا في التمثيل هو الكوميديا احمد حلمي.
احمد حلمي ما شاء الله. طبعا عادي عادي طبعا طبعا. وبالمناسبه طبعا انا انا اشتغلت مسرح من ضمن الناس اللي اشتغلت معاهم زمان ودفعتي يعني محمد رمضان، اشتغلت مع عرض مسرحي والتقينا فتره يعني. طبعا انا عايز اكد لك يا استاذ حسين ان برنامجنا برنامج نعم استطيع برنامج لاكتشاف المواهب، برنامج احنا برضو بنوجه للساده المشاهدين ان برنامجنا برنامج نعم استطيع برنامج اكتشاف المواهب، يعني لو حضرتك عندك موهبه، عندك موهبه انشاد، موهبه تمثيل، موهبه غناء، شايف نفسك منشد، شايف نفسك ممكن تمثل، تعالى من خلال برنامج نعم استطيع وهنوصل حلمك ان شاء الله ونوصل صوتك للجمهور. استاذ حسين في سؤال يعني حابب اساله لك، لو اتعرض عليك شغل مهرجانات ممكن تشتغل في شغل مهرجانات؟ اه ممكن طبعا. طيب هل بتحب حد من فنانين المهرجانات؟ بحب يعني، بص انا بحب اغاني يعني معينه، بحب يعني بحب اغنيه معينه وخلاص، بحب اسمع سواء كان اي مطرب بقى يعني، مش بحبه يعني. طب مش في حاجه معينه المهرجانات مثلا بتحبها دخلت دماغك سمعت معاك؟ اه يعني في طبعا اغنيه وداع يا دنيا وداع هنغنيها برضو النهارده وبرضو بنت الجيران وعود البطل يعني، شويه طب اغاني طالعه اللي سمعنا حاجه كده؟ طيب ماشي اتفضل. عدت الاوقات وعمرنا ضاع على الفاضي، جوه مني جراح ومش مرتاح ومش راضي، كل ما افرح يوم بلاقي هموم تحزني، من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني، من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني. عدت الأوقات وعمرنا ضاع على الفاضي، جوه مني جراح ومش مرتاح ومش راضي، كل ما افرح يوم بلاقي هموم تحزني، من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني، من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني. وداع يا دنيا وداع على اللي باعه وما كملش، دي الحياة لو بيك أو من غيرك دي هتمشي، سلام يا حب سلام ما عادش غرام ما فيش راحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة، لو عايزين تشوفوني اتفضلوا في استراحة. جميل خلاص حسين والله والله العظيم ممتاز ما شاء الله عليك. بالنسبة للتمثيل يا حسين، سمعت ان حضرتك كان معاك مثلت قبل كده مع الفنان المحترم محمد رمضان، احكي لنا القصة دي. اشتغلت الحقيقة كان في مسرحية تبع عرض تبع كده نشاط معمول، وكان لسه محمد رمضان في بداياته يعني. تمام. فكان فاكر ان كان ساعتها اتعرض عليا ان انا يعني مسرحيه اسمها الحريه والشك، فقالوا لي هتعمل دور كده مسرحيه، ما كنتش اعرف طبعا لسه انه هناك محمد وكده. فروحت عملت مسرحيه واتقابلت وتعرفت عليه، والحقيقه شخصيه محترمه جدا على الطبيعه، وبوجه له التحيه طبعا. وبس، فمن ساعتها يعني يعني اشتغلنا مع بعض فتره، بس بعد كده طبعا افترقنا شويه. طبعا كل التحيه للممثل والفنان العالمي محمد رمضان طبعا. استاذ حسين مش حابب توجه رساله لوالدك من هنا؟ اوجه له طبعا التحيه وبشكره طبعا على دعمي ومساعدتي، وبرضه بشكر والدتي برضه، هي لما بتشوف الواحد لما بتشوفني ناجح طبعا بتبقى فرحانه جدا، فطبعا دي حاجه بتبسطني يعني. تمام. طيب كشاب انت طبعا من الشباب في مصر طبعا، تحب تنصح شباب مصر بايه؟ والله هو كل واحد بيشتغل الحاجه اللي بيحبها يعني. انا بشتغل الكاميرا يعني، انا يعني ببقى احب دايما كل واحد يشتغل الحاجه اللي بيحبها، و
يحاول يسعى ليها كويس يعني بس. طيب استاذ حسين، طبعا انت اكيد طبعا ليك خبره كبيره في التمثيل، في التمثيل ممكن تمثل لنا حاجه على الهواء؟ ولو انا مش محضر حاجه بس يعني اي حاجه كده، بس يعني براحتك يعني، خد وقتك خالص وبراحتك. يعني ممكن مثلا اتفضل براحتك. عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. الناس اللي بتشكك وبتعمل اشاعات، انا عايز اقول لهم البلد دي قويه جدا وعمرها ما هتقع، وان شاء الله مصر هتبقى يعني من احسن الدول ان شاء الله. وانا شايف انه المصريين في الفترة دي بالتحديد لازم يقفوا مع بعض عشان مصر، وبلاش إشاعات، وبوجه كل ده لكل الناس ولكل الوطن العربي. شكرا. ممتاز حسين، ممتاز بصراحة. طب أستاذ حسين ممكن تسمعنا حاجة أخيرة؟ ماشي اتفضل. هنسمع حاجة المقطع كده رامي صبري على مع سامو زين كده، تركيبة اللي عاملها يعني ميكس يعني. اتفضل فندم، اتفضل. ياللي عشت في حضنك أحلى سنين، نسيت أنا مين ولا بنساك، كل كلمة حب ما بين اتنين هتوصف في لحظة معاك، وهعمل ايه بتوحشني حبيبي خلاص حياتي معاك. يا حبيبي انت اللي ليا من كل الدنيا دي، يا حبيب قلبي وعيني انا روحي فيك، برتاح وانت في حضني قرب مني وخدني، ده عينيك دايما تقول لنا كل ليك. ممتاز حسين، ما شاء الله ممتاز. أحب أكد لكل السادة المشاهدين أن برنامجنا برنامج نعم أستطيع، برنامج لاكتشاف المواهب. أكرر للمرة الثانية، نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال تليها أفعال. يعني لو عندك موهبة، موهبة إنشاد، موهبة تمثيل، موهبة غناء، أي موهبة شايفها في نفسك، سواء كنت بتغني، كنت شايف نفسك تعرف تمثل، تعالى من خلال برنامجنا تحت قيادة المنتج الفني للبرنامج، برنامج نعم أستطيع، المنتج الفني وليد شعلان. كل التحية والتقدير للبشمهندس وليد شعلان لاكتشاف المواهب اللي بيجيبها لنا هنا برنامج نعم أستطيع عشان توصل صوتها للجمهور. وبشمهندس أستاذ حسين، معايا سؤال، يعني نفسك توصل رسالة لحد على الهواء؟ يعني بوصل رسالة للناس ان هم يعني طبعا عشان موضوع فيروس كورونا، ان هم الناس الوعي، بس الناس تحافظ على نفسها والتزام البيت والاجراءات الاحترازية والكمامات والكلام ده كله. تمام، دي رسالة توجهها للشباب ولا للناس عامة؟ طبعا انصف الناس كلها عامة، الناس كلها. تمام. طيب ايه طموحك في الفترة الجاية بالنسبة للغنى والتمثيل؟ باستفاضه كبيره كده. طموحي بالنسبه للتمثيل شويه، انا يعني ممكن حابب ان انا اشتغل شويه في التمثيل على السوشيال ميديا مع بعض الاصدقاء اللي هم اللي بيمثلوا زيي، فبنحاول نعمل مشروع كده يكون مع بعض كوميدي، يعني بحيث ان احنا ننتشر شويه على السوشيال ميديا واليوتيوب وكده، فالموضوع ده احنا ان شاء الله بنشتغل عليه الفتره اللي جايه. ان شاء الله. حابب تشتغل على يوتيوب يا استاذ حسين؟
طبعا أكيد. يعني لو اتعرض عليك شغل يوتيوب تنفع تشتغل عليه؟ اكيد. طب ايه رايك في اليوتيوب مثلا؟ يعني تحب تشتغل عليه عشان الماديات اللي بتيجي من خلاله؟ مش طبعا اكيد الماديات مهمه، بس هو الفكره ان هو اليوتيوب طبعا يعني مؤسسه ضخمه جدا من مؤسسات السوشيال ميديا، وطبعا بيساعد على الانتشار بشكل فظيع، يعني بشكل كويس جدا. يعني انت لو خيروك بين اليوتيوب او الغناء كظهور، تختار اليوتيوب ولا الغناء في التلفزيون؟ والله هما الاثنين طبعا مهمين، بس يعني هو على حسب ما اللي هيجي، يعني اللي هيكون متاح قدامي اكيد مش همانع الاثنين اشتغل فيهم يعني. ان شاء الله حسين بالتوفيق باذن الله. ومعانا مداخله تليفونيه للمنتج الفني للبرنامج الباشمهندس وليد شعلان. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. باشمهندس وليد. باشمهندس. الو. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير، ازيك يا طه، اخبارك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. منور الدنيا ومنور البرنامج ومنور الصحه والجمال. ربنا يخليك يا فندم، كله طبعا تحت خير حضرتك. حاله موفقه دايما، اكتشاف المواهب بتبقى من سمات نعم التطبيع. والنهارده معانا حسين. صباح الفل حسين، اخبارك؟ صباح الفل يا باشمهندس، اخبارك ايه؟ تاني مره على التوالي معانا، وان شاء الله موهبه متميزه جدا. ودايما انا مسجلك على الموبايل لحد دلوقتي حسين شبيه عمرو دياب. حسين شبيه عمرو دياب. طبعا طبعا. الله يخليك. اتمنى شهاده كبيره ليا. وانت عندك خامه محترمه جدا، صوت محترم، وان شاء الله بالتوفيق. ومعانا البدايه معانا عشان لما توصل تقول بدايتنا دايما كانت مع برنامج نعم استطيع. وخليك فاكر وقت انت. طبعا بشرف لنا. طبعا يا فندم احنا عارفين ان نعم استطيع برنامج لاكتشاف المواهب يا فندم. ان شاء الله، وان شاء الله احسن انت معانا اسبوعيا ان شاء الله، نعملها كده فقره اسبوعيه تبقى ثابت معانا ان شاء الله، واحده واحده كده ان شاء الله، سواء تمثيل او سواء غنى ان شاء الله انت معانا ان شاء الله. ان شاء الله. شرف ان شاء الله يا باشمهندس. شرف ليا. شرفتنا ونورتنا، ودي دعوه عامه لاي حد عنده موهبه انشاد او غنى او رسم او تمثيل، اي حاجه ان شاء الله نعم استطيع بتغطي وتتابع وتظهر ان شاء الله اي حد عنده اي حاجه كويسه ان شاء الله. كله تحت قيادتك يا باشمهندس طبعا. ربنا يخليك يا طه، وبالتوفيق واشكرك. ربنا يبارك فيك. متشكرين يا فندم، متشكرين على اتصالك الجميل. مع السلامه. متشكرين يا فندم. أؤكد المرة الأخيرة إن برنامج نعم أستطيع برنامج لاكتشاف المواهب، برنامج لو عندك موهبة، موهبة إنشاد، موهبة غناء، موهبة تمثيل، تعال من خلال برنامج نعم أستطيع هنوصل صوتك للجمهور، وهنخليك إن شاء الله تحقق حلمك من خلال برنامج نعم أستطيع. أستاذ علاء معانا فقرة أخيرة حابب يعني ألعبها معاك، أستاذ حسين. ألعبها معاك طبعًا، هعرض على حضرتك شوية كلمات من خلال معانا شوية ورق، هنفتح كل ورقة من خلال الكلمة اللي مكتوبة في الورقة إن شاء الله هتقول لنا هي بتمثل إيه بالنسبة لك. تمام. إن شاء الله. معانا أول ورقة. والدك بيمثلك إيه في حياتك؟ طبعًا أهم حاجة في حياتي طبعًا، يعني هو اللي علمني كل حاجة، و يعني وطبعًا هو يعني أقرب حد ليا طبعًا، يعني هو اللي رباني وهو اللي. هل والدك داعمك في فكره الغنى والتمثيل؟ طبعا، يعني هو لما لاحظ ان انا بحاول اسعى في الموضوع، لا يعني هو بيشجعني ويقول لي طب شوف هنا شوف هنا كده. تمام يعني. نفتح الورقه الثانيه؟ نفتح. التمثيل ايه بالنسبه لك؟ التمثيل ده رقم واحد يعني في الموهبه من زمان يعني، وخاصه الكوميديا برضو. كوميديا. طب ورقة تالتة، الستات ايه بالنسبة لك؟ من ناحية ايه طيب؟ من ناحية كل حاجة. والله يعني هو الموضوع يعني طبعا الستات على عيننا وراسنا كلنا يعني، وهم اسياد المجتمع يعني. ينفع نتكلم في النقطة دي؟ ايوه. الورقة التالتة، المهندس وليش علي المنتج الفني للبرنامج. طبعا باشمهندس محترم جدا، وطبعا كلنا يعني هو على المستوى الشخصي كل الناس بتحبه جدا ومحترم جدا واسلوب، وطبعا بوجه له التحيه وكل سنه وهو طيب يعني. كلنا طبعا بنوجه التحيه لباشمهندس رود شعلان، وعلى الهواء كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس. الورقه الاخيره، والدتك واصدقائك بيمثلوا لك ايه؟ والدتي واصدقائي؟ اه برضه طبعا والدتي برضه برضه اهم حاجه في حياتي. اصدقائي طبعا ما اقدرش اعمل حاجه لما ارجع لهم فيها يعني، هم اللي بستشيرهم برضه يعني. اصدقائك دايما بيسندوك. بالظبط. تمام. طب ممكن استاذ حسين تسمعنا اغنيه اخيره نختم بيها ان شاء الله؟ نختم كده في حته صغيره من برضه شعبيه عشان نبقى عملنا كوكتيل كده. اغنيه عايم في بحر الغدر.
عايم في بحر الغدر، شط الندى مليان بقلوب مليها الشر، والبر ماله أمان تيجي الخسيس منه، أما الأصيل غرقان والقوي في قوته، بس على الغلبان شيطان ضحك على الكل، والذل كان عنوان نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان، ولما قبضوا التمن الكل باعوا خان، واللي عامل حبيبي على حقيقته بان، شايف الوشوش ألوان بليات شبه لوان، بيمثلوا الضحكة وبيصنعوا الأوهام، عجبي عليك يا عجب على ايه بتستعجب، دنيا وفيها العجب هو اللي مستعجب، بحر ياسية وناس مش هي، وشوش عمالة بتتلخبط فين الطيبة فين الحنية، أصل الدنيا خلاص بتشطب. ممتاز حسين، طبعا كده وصلنا لنهايه فقرتنا الاولى النهارده. انا بشكر حضرتك على حضورك المتميز معانا. بشكر حضرتك جدا، ان شاء الله كده نشوفك فنان متميز ان شاء الله، ومغني ان شاء الله متميز في الوسط الفني ان شاء الله. ان شاء الله الله يهديك. وبكده نكون خلصنا الفقره الاولى من برنامجنا، واسيبكم تستمتعوا مع اسلام الشهير بسمك الفنار، نجم اليوتيوبر ومذيع ان شاء الله معانا في برنامج نعم استطيع، وان شاء الله استنونا في الفقره الثانيه من برنامج نعم استطيع. تحياتي.